الو يوسي، رافي ياساكي ديلي همير عود بام بفكاشا يوسي داسي ماشي هو انيليو دعت لي انو هلاخ لي همير جمال بيه. ايه خير؟ ايه اللي مصحيك لغايه دلوقتي؟ ما نمتش ليه؟ قلقان شويه ناجي بيه. اسمح لي ادردش معاك شويه؟ اتفضل اتفضل. اتفضل. ايه ده يا ناجي؟ لا ده اصل انا ساعات احب اقعد اتسلم مع نفسي كده، يعني زي ما تقول شويه تفاريح كده. وحضرتك مستني حد يا نجيب؟ لا 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 لا، انا كنت داخل انام حد. اتفضل اتفضل. انا اسف اني جيت لك في الوقت المتاخر ده. لا لا مفيش حاجه، بس انا عاوز اتكلم ومفيش حد ممكن اتكلم معاه هنا غيرك. تسمع كلامي، انا هديك حبايه منومه تاخدها وتنام وتصحى الصبح نتكلم انا وانت واحنا فايقين ورايقين. ها انا من مواليد 23 يوليو 1959، يعني بعد كام يوم هكمل 50 سنه. ده احنا قربنا اهو. كل سنه وانت طيب. والدي كان في الجيش، ضابط في الجيش المصري. ولما جيت يوم 23 يوليو سموني جمال عبد الناصر، اسمه مركب. يعني اسم حضرتك لوحده جمال عبد الناصر. اوعى تكون الولد اسمه محمد نجيب. كنا عايشين في السويس في بور توفيق، فجأة وانا لسه عندي 7 سنين لقيت القنابل والدنات نازلة زي المطر فوق الناس والبيوت، عمالة تقتل وتدمر وتخرب في أماكن عشت فيها أجمل أيام طفولتي. ولسه وأنا طفل صغير أول مرة سمعت فيها كلمة التهجير. سيبنا بيوتنا جيراننا وأصحابنا وحبايبنا وهاجرنا على مصر، وعرفت إن السبب وراء الخراب والدمار والشحطاطة دي كلها عدو سافل غاشم اسمه العدو الصهيوني، وكرهت الصهاينة كره العمى. ربنا يحرقهم بكاس يا شيخ. انت مش هتنام بقى جمال بيه؟ في 73 ابويا كان بيحارب في السويس في الحصار، وعبرنا وانتصرنا ورجعنا كرامتنا وارضنا. طبعا ده احنا اديناهم بالجزمة على قفاهم. انت مش هتنام؟ ابويا الله يرحمه استشهد في الحرب يا أخي. حتى الانتصار كان كله مرارة وحزن على أبويا اللي راح، وكرهت الصهاينة بعد كده أكتر وأكتر. جمال بيه، وإحنا هنحكي تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي في ليلة واحدة. ما تيجي ننام والصبح نبقى نكمل الموضوع على رواقة يعني. يلا. أنا اللي قلقني يا ناجي بيه، إزاي أنا هنا؟ وإزاي أنت هنا؟ وازاي انا نايم في مكان ساكن فوقي واحد اسرائيلي وتحتي واحد اسرائيلي؟ ما تنساش ان انت ساكن قدام واحد مصري برضه. ها جمال بيه، احنا جايين بنأدي واجبنا. مصر هي اللي جايبانا، احنا مش جايين من نفسينا ولا كنا عايزين نيجي. بص، الحياه عامله زي ماتش الكوره، الكوتش قال لك تلعب باك تلعب باك،
ما ينفعش كل واحد يلعب على قد تفكيره وعلى مزاجه. دي أدوار في الحياة ومكتوب علينا نلعبها. فهمتني؟ فهمتك يا كبير. أنا حاسس باللي جواك، بس الأيام هتخليك تعرف اللي أنا بقوله صح. يلا بينا. في حد جاي لك يا ناجي بيه؟ لا ده ناس جاي لي كده عشان موضوع يعني. إسرائيليين ولا إيه؟ هما الليبيين. أنت ناس اللي إحنا في تل أبيب. أنت بتسمح لهم يخشوا بيتك كمان؟ الموضوع ده ما تحسمش على الباب هنا. روح نام وبكره الصبح هنكمل الموضوع ده. سلام. سلام مش ناجي. سلام. ما كلمتونيش ليه قبل ما تيجوا؟ ادينا لك رنة يا نجيب. رنة؟ أعوذ بالله مفيش منك فايدة. تعرفوا الراجل ده بيته لما اتحرق ادى مطافي رنة. ردوا عليه قال لهم الحقوني بيتي بيتحرق. رد عليه مدير المطافي قال له انت فتحت عليا ليه؟ اقعد. ايه؟ برضه مش هتلعب معانا يا ناجي بيه؟ لا يا ابن عمي انا قلبي ضعيف لو خسرت بولة اروح فيها. يمكن تكسب. لا 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 اكسب مين؟ لا 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 انا اتفرج بس افرح للكسبان وازعل للخسران. ما انت بتاخد على المية عشرة. شوف السمسار بيقول ايه؟ بصص لي في لقمة العيش، ما انت عايش على كده. وانت بتعتق. يا رافي خسرت برضه ها؟ بقالك مدة بتخسر. معلش يا جماعة أنا آسف، أنا واضح إن أنا فقدت تركيزي تماما. سوناجي ألاقي معاك 5000 شيكل سلف. عارف انا ما تاخرش عليك يعني يا رافي، بس كده المبلغ اللي عليك جامد، هسدده ازاي؟ ما انا هسدد المسيو ناجي، انا فقت وهبتدي اكسب هسدد. طيب انا هخش اجيب لك الفلوس من جوه، بس اكتب لي شيك. حاضر. ها وخانه التاريخ خليها فاضيه انا حملها. اوكي. خانه المبلغ اكتبه 5500. ده باركينج، دي هتبقى فلوس وافة. اوكي بسيلي اوكي حاضر.